هالبرنامج يلي بكل لقاء عم بيكون معنا الكيميائي الاستشاري الدكتور غسان عواد، لحتى من خلال المختبر ومن خلال الدراسات والابحاث اللي عم بيقوم فيها هيك يمكن بيقدر يعطينا، يمكن يضوي على هالموضوع ويعطينا نصائح بالنسبه لكل المواضيع اللي عم نطرق لها. بالبدايه خليني ارحب بغسان، الله معك. بونجور غسان. موضوع المبيدات هو موضوع فينا نقول علمي، يعني موضوع كمان كيميائي 100%. لانه بس قول مبيدات بيستيسيد، يعني اشياء عم تكون مركبه وعم تستعمل باماكن كثيره، يعني اذا كان داخل البيوت او خارج البيت او بمؤسسات او باي مكان، حتى بالطرقات يعني. وهيك يمكن الانسان عم ما بعرف اذا عم بيتاذى كتير او شوي. رح نعمل نقدر نعرف منك اليوم قديش النسبة المئوية يلي عم تأذي صحة الانسان من المبيدات يلي عم تستعمل بوين ما كان. اذا بدنا نقول بالبداية كم في نوع من المبيدات؟ المبيدات في مبيدات حشرية، وفي مبيدات للفطر مشان الزريعة بيستعملوها بالزراعة، يعني بالصناعة الزراعة، فاذا فطريه وحشريه يعني مشان الحشرات يلي بتضر بالمزروعات يعني، ويلي بتضر بالانسان او بالمستودعات كمان، مثل يلي ضد الفئران وما شابه يعني. وبينقسموا لعده يعني بيتنوعوا، عندك الانسكتسيد والبيست يعني اللي هن مثل البيستسيد، عندك هن مواد عضويه، في منهم بنسميهم اورجانو كلوري يعني بيخلون ماده الكلور، هدول بيأذوا كثير الاسماك يعني بشكل خاص وبيأذوا الانسان كمان. وعندك الاورجانو فوسفوري يعني يلي بيكونوا مكونين من مواد عضويه بيخلها فوسفور، هذا الصنف الثاني. والصنف الثالث الاورجانو ميتاليك يعني اللي بيكون من مواد يعني مؤلفه مبيدات من مواد عضويه كمان بخلها، مثل الزيبق او ملح الرصاص، او هول بيرشون كمان على المزروعات مثل البندوره وغيره. وعندك المبيدات يلي هي بس معدنيه يلي بتكون مثلا بخلها زيبق او كبريت او يعني املاح الرصاص او املاح الارسنيك، يعني هون بتستعمل بالمزروعات، بتستعمل بالمزروعات وبتستعمل بالمستودعات في منهم، وبتستعمل بالبيوت لحتى يرشوا ضد الحشرات. يعني عندك المبيدات الحشريه والمبيدات الفطريه وال طيب هالمبيدات عم تستعمل اكيد لغرض ما، يعني لغرض معين. اذا بالمستودعات تستعمل مشان اذا في اي نوع من الفئران او شيء. مزبوط. طيب يعني كيف طريقه استعمالها؟ لانه كلنا بنعرف انه مبيدات لحتى تقتل. مزبوط. يعني قديش عم بتكون عندها تاثير على صحه الانسان؟ او بالبدايه خلينا نعرف كيف ضروري تستعمل لحتى ما تكون عم تاذينا نحن. نعم. هلا بالنسبه للمزروعات مشكلتها مشكله، وبالنسبه للمستودعات يعني الشخص اللي عم بيتعاطى فيها المفروض يكون متدرب وعامل يعني عامل حاضر دورات متخصصه بالموضوع، لان الرش العشوائي بيأذي. مثلا اذا مستودع فيه زيوت، الزيوت بتتشرب، في بعض مأكولات بتتشرب هالسموم والمواد الشحميه خاصه. طيب بس انه بدهم يرشوا، شو بيعملوا بهذا الوضع؟ بينطروا لحتى يفضل مستودع لحتى اذا كانوا اذا اليوم في اجهزه بتفجر الدماغ تبع الحشرات مثل الجرذان والاشياء الالكترونيك، او بتبعدها وبتصير تغير الموجات يعني. بتعمل موجات صوتيه بطريقه ما تاذي المواد اللي موجوده، ما بتاذي، هذه بس موجات صوتيه بتدمر الدماغ تبع تبع مثل الحشرات اللي موجوده والجرذان وهولي. هلا اذا انحطت بشكل بودره هو اللي بخوف، انه الغبره تبعيتها والرش تبعها اكيد بيأذي، وبعدين الانسان بس يلمسها هو بيتلوث يعني، حتى اللي عم بيرشها اذا منه اخذ البريكوسيون الاشياء الاحتراز الضروري كمان هو بياكلها. باي طريقه كيف بده يحتاط بهال؟ في يعني في لها اصول، هذه لها اصول يعني، المفروض يعني المفروض يتدرب عليها ويكون يعني. في منهم بيصير يحط كمامه عادي او بحط شقفه قماش، هذا تفنيس يعني. حتى الكمامه ما بتاثر، ما هي هيدي المواد وقت بتكون بخوره بالهواء، وقت بتحطي شقفه قماشه بتمنع الرذات توصل بشكل مباشر، بس وقت اللي بتكون هي ايروسول بالهواء بتخرق القماش حتى لو حاطط شقفه قماشه. يعني عاده بتشوفي ببلاد برا وقت بيرشوا بيكون حاطط ماسك مثل اللي بينزلوا بيغطسوا.
يعني هو افضل طريقه للماسك، بحطوا ماسكات مثل تبعول يلي بيستعملوهم ضد الاسلحه الكيماويه، زيت البرانسيب، ما هذا سلاح كيماوي بس عم يستعمل ضد الحشرات. نعم. يعني كمان هو بذات الوقت عم بيبيد الانسان. طيب برايك غسان، يعني ما عم بيكون يعني هالمبيدات يلي المحتويات تبعها عم بتكون شوي اذا بدنا نقول دوز اقوى من المفروض تكون، يعني اذا عم نحكي نرجع لقصه بالديبو، يعني اذا موجود في عنا فيران او شيء، طيب عم بيكون دوز كتير قوي، لانه عم بتقلي انه هذه اشياء بيستعملوها لاشياء نوويه يعني. لا ما دخل لحرب، هدول بالحروب الكيماويه بيستعملوا اشياء مثل المبيدات. طيب بيستعملوها مش اشياء نوويه. طيب بس المبيدات مش مفروض تكون مش هالقد تكون دوز كتير قوي، هيك بيقولوا. ما رح جاوبك عليها هلا. هي هذه لها افيه كيمولاتيف، يعني بالحروب الكيماويه بيستعملوها بشكل قوي، يعني بتعمل الدقاء سريع، يعني بتصير الشغله يعني بموت البشر دغري عم تضربيهم فيها. بس هي هذه لها افيه كيمولاتيف، يعني عم بتموت العالم فيها شوي شوي، يعني هذا نوع من الارهاب. يعني وقت بتجي بترشي بيجي واحد بياخذ 0.5 ملي جرام، اذا رشيتي على الذريعة احكيكي بشكل اوضح. هلا اذا رشت بالمستودعات او على الذريعة، الذريعة في عندك بياخذوا نوعين، نوع سيستميك يعني بتفوت بالشلوش تبع الذريعة وبتصير جوا، وهيدي بتتفاعل بالذريعة وبتعمل مواد مضرة اكثر من المواد الاولية اذا اخذها الجسم. يعني بتتفاعل مع الماتير الاورجانيك جوات الذريعة، بدون ما نفوت بالتفاصيل ونضيع يعني المشاهدين شوي. هلا يلي بتنرش بشكل هيدي بنسميها اوندو، الاكزو يلي الاكزو ثيرابيك يلي الخارجي، هيدي اذا تغسلت، وفي انواع بدها تتغسل، في انواع ما بتروح حتى بالغسيل، يعني بدون كمان ما نفوت بتفاصيل اساميهم. هدول شو ما كان الامر، يعني عم بشرح لك كم نوع فيه وكيف كيفيه الاستعمال. هدول بالنهايه اذا رجع فات على جسم الانسان، يعني تعطيك فكره صغيره عن الضرر اللي عم بيصير. عضلة القلب نحكي عن القلب بدون ما نحكي عن الدماغ والكلاوي، بنوصل لهم وحده وحده. القلب له عضله، له عضلات القلب. هلا العضله فيها انزيم، هي يعني هالانزيم تبع العضله وقت بتصير كميه البستيسيد المبيدات بعضله بهالعضله توصل ل 3 ملي جرام او 3 بارتي بار مليون، 3 ملي جرام بالليتر يعني او بالكيلو، بتوقف عضله القلب، يعني بيموت الانسان. هلا لان البستيسيد كل انواع لهم افيه كيمولاتيف، يعني مثل ما بتحطي مصاري بالبنك، بتحطي 1000 ليره، جمعة الجاي اذا حطيتي 1000 صاروا 2، ما صاروا 1005، صاروا كذا كذا. وجسم الانسان كل ما يتشرب بستيسيد بصير في له افيه كيمولاتيف، يعني مفعول تراكمي عم بيزيدوا مع الفوائد. كيف الفوائد؟ الدقاع عم بتصير شوي شوي. هلا بس يصيروا بالدوز بالكميه المورتال المميته، بيصير في نكروز بالعضو او بيموت العضو او بتفرط عضله القلب، او يعني بغير يعني مش بس بالقلب، بكل ميتابوليزم. بيضربوا الدماغ، بيضربوا الكلاوي، بيضربوا الكبد، بيعملوا في منهم بيعملوا كانسير بالكبد، او بيعملوا ايباتيت، او بيعملوا قصص، يعني حسب شو عم نحكي عن نوع الماده، عم نحكي بشكل عام يعني شو ممكن يعملوا. اوقات بيعملوا استفراغ، بيعملوا تقيؤ، يعني بعوارض اذا واحد شبه متسمم، مش متسمم بطريقه انه يتوفى ويموت. مين الاشخاص اكثر شيء معرضين؟ هن بيتعاطوا بالزراعه، يلي بيتعاطوا بالزراعه والناس اللي مثلنا، كل الناس عم بيتاذوا، ما في حدا بعيد عن بس الأذى. ما عم يكون احنا عنا هيك علاقه مباشره معهم، يعني حتى لو عم نستعمل حتى المبيدات. عم تاكلي الخضار، عم تاكلي حليب، عم تاكلي الاجبان، المشتقات كلها هيدي موجود فيها. نحن مش عم نحكي لنخوف الناس، بس عم نحكي شو الشيء الموجود للناس يوعوا، والناس اللي عم بيتخصصوا وعم بيدرسوا وعم بيصير عندهم مسؤوليات، عم بيكونوا مسؤولين بمعامل او مسؤولين بحكم البلد، مش عندنا وبكل بلدان العالم، بصير عندهم بصيروا صارمين اكثر، غير ما نكون عم نتاذى وما حدا عارف، عم نسلط الضوء على هالشيء هذا. واكبر شيء يعني انا بقول لك عملته الدوله اللي هو كثير كثير منيح وان شاء الله ما تتراجع عنه، انه منعوا الصيد، لان الصيد والطيور بيعمل توازن بالطبيعه، لازم الصيد يمنع نهائيا. هلا نحن ما شغلتنا، عم بعطيك رايي، نحن ما شغلتنا انه الصيد وبيع الجفوت والهيدا، بس عم نحكي شيء انساني يعني شيء عالمي. الصيد لازم يمنع نهائيا، ومش رح نحكي عن اخطاره على العالم، بس عم نحكي بس عن التوازن البيئوي، انه الطيور بتساعد كثير، بيساهموا بشكل كبير 70-80%، بضل في 20%، بنشوف الزمن كيف بحله والابحاث العلميه كيف بتحلها،
بطريقه انه ما يتضرر الانسان. طب خلينا نحكي عن الطيور، شو باي طريقه عم بيقدروا يامنوا 80-80%؟ اول شيء الطيور، اول شيء الطيور بتقتل الحشرات، حشرات كثير بتقتلها بهالشكل، بتستغني عن الرش انه تحافظي عليها. بينما وقت اللي عم تجي ترشي عم تاذي الطيور، عم تعملي خلل بالطبيعه وعم تعملي خلل بجسم الانسان. كل ما حدا بيقول لك ما عم بينصاب فيها. طيب بس غسان، شو انه توصل بوقت بدك تستعمله بديت، ما في غير حل، ليش ما نعمل شيء انه يكون عن جد عم بيفيد، يعني عم بيفيدك انت وما عم بيأذي، ما عم بيأذي الانسان، يعني عم تقدر تقتل يمكن هالحشره بس ما عم بتكون شغله، عم تكون رد سلبي على صحتك. يعني هيدي كمان شغله كثير مزعجه انه عم نستعمله بديت. نعم. لحتى يمكن الحشرات يلي موجودين على اي نوع من الخضار نقتل الحشرات لنرجع ناكل الخضار، يعني شو بكون عملنا؟ انا الحل اللي عم بقول لك اياه، يعني جوابا على كلامك، الشيء الانسان اليوم اذا مشي عكس الرياح، اذا عم تمشي عكس ما لازم، عكس الطبيعه، بدك تلاقي هالانكونفينيون، هالمخاطر. اذا انا كانسان بدي اخترع اشياء وامشي عكس التوازن الطبيعي، بدي هالاشياء اللي عم بخترعها لها ردات فعل عكسيه لانا. هلا لازم الاختراعات تكون والابحاث العلميه تكون بكادانس، بايقاع مع الطبيعه، مع التوازن الطبيعي. يعني كل شيء لازم نخترعه لازم يكون متوازن مع الطبيعه، الاكيليبر مع التوازن الطبيعي. وقت بدي اجي اخترع شيء قتل مخلوقات او حشرات بتفيد من هالناحيه وبتنزع من ثاني ناحيه، يعني عملت ديكالاج بالتوازن، تخربط التوازن. اذا تخربط التوازن بده ينعكس علي. يعني لازم قبل ما يخترع الانسان اي شغله، حتى لو اخترعها، قبل ما يطبقها يشوف اذا ماشي عكس تيار الحياه، عكس تيار الطبيعه، يعني عكس تيار الكون. يعني ما انه يفيد من مال ويضر من مال، انه ما بنفيد من رش مبيدات ومنقتل العصافير او منصيب غيرنا، منقتل غيرنا زيت شيء. يعني قديش المبيدات اذا بننتقل لمبيدات يلي بنستعملها بقلب البيت، يعني بالمنازل، حتى نرش، حتى نستغني عن البرغش والدبان واي حشرات بالبيت، عم نرش يعني عم نرش لحتى نقتلهم، بس قد ايه الانسان عم بينضر من خديني. اذا بدي اقول لك شيء ببكي، يعني شيء ببكي وبيضحك بذات الوقت، يعني واحد لحتى يقتل البرغش بفوت، يعني البرغش قدره وياها صغيره بيقتلها، تخلص منها، بيمسد انه رش مبيد او عم بيولع مبيد او عم بيحط شيء، بس بذات الوقت جسمه عم بتشرب هالمواد وخزنها، مثل ما عم بيحط مصاري بالبنك خزنها، بيوصل لفتره بيدفع ثمنها، يا بيفرط كبده او بتصير ينسى، بيخرف بكير، او بصير عنده مشاكل بالدماغ، بكهربة الدماغ او بالقلب او وهالاشياء هذه بتاثر على افرازات الهرمون، على الغدد. هذه بتقعد. طيب فقل لك كمان شيء اكثر من هيك، نحن عم نسمع انه بعصرنا قديش في امراض سرطانيه، واكثر شيء الابعد عند النسوان يعني وعند الرجال يعني، بس اكثر شيء هالمبيدات هذه بتتركز وبتقعد بالمناطق الدهنيه. هلا المناطق الدهنيه عند الرجال معروفه وين، بأردافه وببطنه، عند النسوان معروفة بالمؤخرة وبالجوانب وبالصدر، يعني هدول أكتر شيء فيهم مواد شحمية، هدول أكتر شيء بيتركز عليهم. وأكيد حكينا عن الكبد إنه كيف بيتركزوا، بس هدول كمان بيتركزوا بالمناطق الشحمية وبيخربوا الخلايا وبيعملوا ديكالاج وبيمنعوا قري، يعني بيقعدوا بالجونجليون كمان وبيمنعوا القريات، يعني بيخربطوا جسم الإنسان كله. الانسان عم يدفع ثمن ومش عم بيعرف، بيقول لك الله ضربني، الله ما بيضرب، يعني ما بيعرفوا، بيقول لك هي ضربه من عند الله، ما في شيء ضربه من عند الله، يعني في فوضى عالميه. نعم. باستعمال المواد يلي هذه المفروض استعمل تحت رقابه طبيه وتحت رقابه مهندسين. نعم. مش هيك واحد بيجي بيشتري مبيد بصير يرش على العالم. خلينا غسلان نتوقف مع بريك ونرجع نكمل لحتى نحكي عن المحتويات يلي موجوده بالمبيدات اللي بنستعملها بالمنازل، لحتى نعرف ليش هالقد عم تأذي وعم تكون عم توصل لأمراض.